malam hari ini kita di RS Martabak ini mengadakan maulid yang dirangkaikan dengan malam renungan 5 tahun bencana apa segala. Dan pada malam hari ini nanti akan ada teman-teman dari grup Hadro, ada juga teman-teman dari para kebaik, para ulama dan penceramah yang akan memberikan tausiah di acara maulid di komplek warga ramah tetangga. Oh,
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وكرِّم وعظِّم وزِد على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا سيدنا محمدٍ وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه مصابيح البرك. أما بعد،